اللحوم الحمراء سيدي شحال ساويه في اسبانيا؟ احنا اليوم جاي عند واحد الجزار مغربي ولكن ماشي في المغرب، في اسبانيا بالضبط جزيره تيريفي، وغادي نشوفوا اليوم جاي الاثمنه ديال اللحم في هذه الجزيره شحال دايره، ومن بعد نرجعوا لكم باش نقارن بين الثمن ديال اللحم في المغرب والثمن ديال اللحم في اسبانيا. نخليكم مع الاثمنه وكل حاجه بالثمن ديالها. كما كما شاهدتوا دابا الأثمنة تتراوح ما بين 9 أورو 10 أورو 12 أورو حسب النوعية ديال اللحم والكاليتي ديال اللحم. إذا هنايا 12 أورو 9 أورو 10 أورو. حنا عندنا في المغرب اليوماتية اللحم وصل 130 درهم حتى 150 درهم 120 درهم حسب كل منطقة، والدجاج وصل 30 درهم 35 درهم 28 درهم أيضا حسب كل منطقة. هنا إلا شفنا الأثمنة غادي يقول لي واحد راه بحال بحال أو على الأقل أغلى من المغرب، ولكن غادي نقول له راه نسيتي واحد القضيه على انه الدخل الفردي هنايا في هذه الجزيره هذه يتراوح ما بين 1000 اورو حتى 1300 اورو، بينما الدخل الفردي السميك عندنا في المغرب لا يتجاوز 2000 درهم في القطاع الخاص و 3000 درهم في القطاع العام، بالاضافه الى ان القدره الشرائيه هنايا في هذه البلاد هذه مرتفعه جدا. مجموعه من الخدمات كتقدمها الدوله مجانا للمواطنين، منها الركوب في الاوتوبيسات، منها في الترانات، منها حتى في الطياره، دعناهم هذه الجهه هذه او هذه الجزيره هذه اللي كتواجدوا فيها، بينما نحن ما عندنا حتى شي دعم نهائيا للقدره الشرائيه للمواطنين لا في النقل ولا في غيره، لهذا فالمقارنه ستكون ظالمه. يعني اذا تباع اللحم 120 ب 12 اورو راه مفهوم علاش تباع، مع العلم على انه نحن استوردنا 6000 راس من الاغنام من اسبانيا في عيد الاضحى، ولم هذا الاستيراد هذا لم يؤثر على الثمن الحقيقي ديال اللحم اللي ارتفع من بعد عيد اللحم اللي قفز واحد القفزات نوعيه ووصل الى 130 درهم ومرشح انه يوصل ل 150 درهم. السؤال المطروح علاش؟ مع العلم على انه عندنا واحد المخطط اخضر خسرنا عليه ما يقارب من 147 مليار درهم لمدة 10 سنوات، وباش ما إلا خطأكش هذا الرقم هذا غادي نترجمو لك بالسنتيم، شحال أسيدي 14700 مليار سنتيم لمدة 10 سنوات، أي أسيدي تحسبها هنا حتى القيامة وما تساليش، خسرناها وعطاتنا 130 درهم في اللحم، وعطاتنا 20 و30 درهم في الدجاج والخضر وغلاء الخضر في الفواكه، علما أيضا على أنه اليوماتية العجز في الميزان التجاري وصل إلى 2 مليار يوميا في المواد الفلاحيه، بالاضافه ايضا الى اننا وهذا اللي كنتكلم على القطاع الفلاحي كيشغل اكثر من 5 مليون من الايادي النشطه في المغرب، ومع ذلك عرفت الهجره القرويه من القرى الى المدن 157000 واحد اللي هاجروا من القرى الى المدن بحثا عن الشغل، نظرا طبعا لان هناك جفاف، نظرا لان المخطط لم يفي بالتطلعات ديال المواطنين. نجي نقول لك ايضا نعطيك مجموعه من الافتراضات، فقدنا ايضا 157000 منصب شغل ايضا بسبب هذا المخطط، بزاف ديال الفلوس ضاعت، بالاضافه ايضا الى 5000 مليار اللي تكبات في صندوق الدعم ديال التنميه القرويه، كل هذه الاموال هذه اللي كنسمعوها واللي هي اموال مهوله لم تحل هذا المشكل هذا، والاسعار دائما في ارتفاع ودائما طالعه، واللحوم الحمراء والبيضاء في المغرب وصلت الى واحد الحد غير معقول بتاتا. بغيت نقول ايضا على انه هناك مجموعه ايضا من الاشكاليات اللي طرحها هذا المخطط الاخضر، فقدنا معاه اكثر من 957 منصب شغل بصفه عامه، بالاضافه كما كنعاود كنقول ايضا على انه هناك عجز في الميزان التجاري، بالاضافه الى انه كنصدروا يوميا 100 مليار و 120 مليار و كنستوردوا 200 مليار، يعني على انه ب
بحسبة بسيطة كنستهلكوا 80 مليار ما كننتجوهاش كنستهلكوها، بالإضافة أيضا إلى على أننا كنصدروا المياه الافتراضية في مجموعة من الخضر وفي الفواكه، وكنستوردوا مجموعة من الخضر اللي ما فيهاش ماء، يعني ماءنا افتراضيا كيتصدر، ونحن كنعرفوا الندرة ديال الماء والجفاف اللي عرفوا المغرب، وهذا نبهوا له صاحب الجلالة في الخطاب الأخير ديالو على مشكل المياه. بخلاصة على أنه اليوم إذا توجد هنايا وجينا هنايا راه المشكل أعمق بهذا بكثير، لأن هذه المنطقة هذه كتستقبل أكثر من 60 مليون سائح كل سنة، ونحن وزارة السياحة مدوخانة ب 20 مليون سائح ولا عمرنا غادي نوصلوها، ببساطة لأنه هنايا كاين النظام، كاين الرخص، كاين مجموعة من الحوايج اللي ما كاينة في المغرب. ونقول على أنه حنا ما جينا هنا تيا جايبتنا الشبعة ولا جايبتنا كثرة الفلوس، وإن بالعكس هاربين من غلاء أسعار اللي في المغرب في الشقق في الفنادق في المطاعم في مجموعة من الأمور اللي متعلقة بالعطلة الصيفية للدراوش بحالنا والطبقات المتوسطة اللي كتكافح مع الزمان. الله يجازيكم بخير، راه كنقول لكم على أن هناك إشكاليات عميقة، بالإضافة أيضا إلى أنه في المجال الطاقي وفي المحروقات راه كنخسروا 42 مليار سنتيم يوميا بسبب عدم تشغيل مصفات لا سمير، والباقي غادي نتكلموا عليه مزيان، غادي نتكلموا على اشكاليه السياحه وغادي نقارنوا وغادي نقول لكم علاش الناس تهرب لتركيا والناس تجي لاسبانيا وتمشي لدول اخرى ما تجي للمغرب، لانه بكل بساطه الى مشيتي لطنجه والشمال غالي، والى مشيتي لكادير غالي، والى جيتي لمراكش اغلى، في الفنادق في الشقق وغيرها، هنايا الاثمنه في متناول الجميع، ما كنقولش الجميع ولكن اللي عنده قدره شرائيه بسيطه بحالنا واللي كيتسلف ويتسلف باش يعيش بنياته ولا باش يفرحهم ولا وليداته في العطله. تحياتي لكم والسلام عليكم.